السلام عليكم، مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم، أرحب فيكم من جديد. معاكم مياد بناجس، استشارية الأمراض النفسية ومعالجة نفسية. اليوم حنتكلم عن موضوع يمكن يكون سهل إنه الواحد يعبر عنه، لكن يمكن يكون جدا صعب في التعامل معه، اللي هو حل المشكلات واتخاذ القرارات. اتخاذ القرار هي عملية معقدة نفسية وعقلية وعاطفية مستمرة من بدء الخليقة، وإحنا بنبحث عن قرارات أو نحل قرارات أو نتخذ قرارات في حياتنا. والخيارات والقرارات اللي موجودة هذه ممكن تكون بسيطة جدا، من إيش حناكل اليوم إلى قرارات جدا تكون مصيرية وأساسية في الحياة، مثلا مثل الحياة والموت، الزواج، الانفصال، إيش حنشتغل، إيش وظيفتنا في الحياة، وما إلى ذلك. عموما عشان ناخذ أي قرار هي عبارة عن مجموعة من الخيارات اللي إحنا بنحطها تحت الاختبار، وبعد كده بنختار واحد منها على حسب اللي مناسب بالنسبة لنا. طيب، بالنسبة للمشكلة، الإنسان في حياته دائما يمر بمشكلات مختلفة، وفي المشكلات هذه حتى في القرآن خلق الإنسان في كبد، يعني إحنا مخلوقين وفي حياتنا أشياء كثيرة من المشاكل، لكن في المقابل أعطانا الله اللي هي حرية القرار أو الإرادة الحرة، الفري ويل. الفري ويل هذه من بدء الخليقة، وإحنا عندنا القرار اللي ناخده من بدء آدم واختياره إنه ياكل من الشجرة، كان قرار هو يتحمل مسؤوليته، وكان فيها الإيجابي وكان فيها السلبي، وهو قرر هذا القرار. فإحنا مستمرين باتخاذ القرارات ومستمرين بإنه نحاول نحل مشكلاتنا المختلفة. حل المشكلات بطريقة فعالة وسريعة هي حلم كل إنسان بشري. إني أنا يكون عندي مشكلة وأقدر أحلها، هذا حلم كل إنسان. لكن للأسف ما في كتالوج معين، ما في مانيول إحنا بناخده لما نتولد، إنه والله هذه المشكلة الفلانية حلها الحل الفلاني. دائما المشكلات معقدة وطريقة حلها أكثر تعقيدا، فلا يوجد هناك خلطة سحرية أقدر أنا أعطيكم إياها، وأي إنسان يقول لكم والله أنت لو عملت هذا الشيء حتحله بالطريقة الصحيحة، لا يوجد. لكن عادة بتكون هناك خطوات معينة أو أسلوب معين، لو اتبعناه على الأقل نتوصل إلى الحل الأمثل، وليس الحل اللي هو الصحيح 100%. والدليل على ذلك إنه ممكن اثنين شخصين مثلا يتعرضوا لنفس المشكلة ويحلوها بطريقتين مختلفتين، وكل واحد منهم ينجح في طريقته، أو الاثنين ما ينجحوا أبدا. خلينا نشوف مثلا اثنين يتركوا وظيفتهم، ينفصلوا من الشغل، هذه مشكلة، مشكلة كبيرة كمان. هذا حنلاقيه حلها بطريقة وهذا حلها بطريقة أخرى، وقد ينجح الاثنين وقد يفشل الاثنين. إيش معنى كلمة لما أنا أقول أنا أخذت قرار؟ إيش معنى كلمة قرار وإيش معنى أخذت قرار؟ هذا الشيء وهذا الشيء. القرار هو عبارة عن خيار متوفر ضمن بدائل. وزي ما قلت لكم في البداية، القرار هذا ممكن يكون بسيط، إيش حاكل اليوم؟ إيش حسوي فطور اليوم؟ إيش حعمل غدا اليوم؟ إيش الملابس اللي أنا حختارها لما أطلع للعمل؟ حروح اليوم لصاحبتي ولا ما حروح لها؟ خيارات جدا بسيطة، فإحنا طول ما إحنا ماشيين وإحنا قاعدين نقرر من ساعة ما نصحى الصباح. حشرب عصير برتقال ولا حشرب حليب اليوم، حشرب فنجانين قهوة ولا واحد شاي، إلى قرارات مصيرية جدا. إيش حشتغل؟ إيش الوظيفة اللي حختارها؟ إيش الكارير اللي حستخدمه؟ حقبل الشخص هذا أتزوج ولا لا؟ حجيب أطفال ولا لا؟ إلى أحيانا قرارات مصيرية في الحياة والموت، مثلا إذا كان عندنا شخص لا سمح الله مثلا مريض، هل نشيل منه أجهزة الإنعاش ولا لا؟ شوفوا لأي درجة من الحدة في القرارات، ومع ذلك إحنا مجبورين إنه نتخذ القرار. فإيش هو اتخاذ القرار؟ إنه من البدائل هذه والقرارات حختار واحد يكون متاح بالنسبة لي ويكون مقبول من ناحية اجتماعية، من ناحية نفسية، من ناحية عقلية. جميع القرارات عشان أنا أتخذها محتاج إني أحللها، متى وكيف وأين ولماذا ومن؟ هذه الأسئلة علشان تحلل لي القرار الصحيح اللي أنا حاسه. ليه القرار أو اتخاذه صعب؟ مو بس عند أشخاص معينين، عند أغلب الناس القرار، اتخاذ القرار يكون صعب، لأنه عادة يكون محدد بوقت. خلينا مثلا ناخذ قرار جدا بسيط، اللي هو إيش حفطر اليوم؟ إيش حفطر اليوم؟ شيء بسيط جدا.
محدد بوقت، لانه من وقت الفطار لوقت الغداء انا ما عندي بعدها، بعد الغداء خلاص ما اقدر احدد انا ايش هفطر. فانا دائما اي قرار انا حاخذه دائما محدد بوقت. في عوامل مختلفة تأثر على القرار ده، مثلا عوامل مادية، هل انا اقدر اجيب المواد المعينة هذه اللي تخليني اقدر اسوي فطاري ده ولا لا؟ هل الناس اللي موجودين معاي حيتقبلوا الخيار اللي انا اخترته ولا لا؟ في عوامل مختلفة وتضارب في الآراء، وهذا حيخلي القرار يصير أصعب. وفي معلومات أحيانا غير مكتملة. أنا طيب أنا هعمل كده في الفطار، هل أنا عندي كل الأدوات اللي موجودة؟ المعلومات اللي عندي غير مكتملة. هل الشخص المعين اللي موجود معايا في البيت هيقبل بنوعية الفطار اللي أنا اخترتها؟ برضو المعلومات غير مكتملة. فهذه الأشياء المختلفة اللي أنا عندي بتخلي قراري صعب، تحديد الوقت، العوامل المختلفة، تضارب الآراء، والمعلومات الغير مكتملة. ما هي العوامل التي تؤثر في أنا عشان أخذ القرار؟ أنا عندي هذه العوامل، لكن في أشياء أخرى خارجية حتأثر علي إني أنا أقدر أخذ القرار بسهولة وبسرعة أكثر من وقت آخر. أول حاجة اللي هي المواقف المسبقة. خلينا برضو نرجع للمثل البسيط اللي هو الفطار. أنا المرة الماضية الأسبوع الماضي جبت إفطار من برا والأكل ما كان عجب الجميع، فإذا معناها كل مرة حجيب إفطار من برا حيكون قراري غلط. هل هذا صحيح؟ لكن هذا العامل اللي هي التجربة المسبقة خلت قراري متأثر شوي. هذا المواقف المسبقة. أخطاء معرفية، زي إيش مثلا؟ الأخطاء المعرفية اللي تقول لك إنه والله السيدة التي لا تحضر الإفطار امرأة فاشلة أو أم غير منجزة. مجرد فكرة سلبية بالشكل ده ممكن تؤثر سلبيا على اتخاذي للقرار. كثرة المشاغل، لما يكون عندي عدة أشياء أنا أحتاج أني آخذ فيها قرار، حيأثر كمان هذا على اتخاذي لقرار حتى لو في حاجة بسيطة جدا زي إيش حنفطر اليوم. نواحي اجتماعية، عندي فلوس ولا ما عندي فلوس، العمر، الجنس، الحالة الاجتماعية، طبيعة الشخصية. هذه من الأشياء اللي المهم جدا الإنسان يناقشها. في إنسان نلاحظ إنه في المواقف سريع التنفيذ، وفي شخص علشان أبسط الأمور زي موضوع الإفطار مرة أخرى الذي ياخذ وقت طويل في اتخاذ القرار، لأنه شخصية يا إما اعتمادية يا إما تجنبية. إيش يعني اعتمادية أو تجنبية؟ اعتمادية معناه إنه تعود إنه ما ياخذ قرار إلا معتمد على شخص آخر، لأنه ما يقدر يتحمل المسؤولية لوحده حتى لو شيء بسيط. إيش حلبس، إيش حاكل، إيش من فين حخرج، متى أروح، مع مين، دائما هو اعتمادي على شخصية أكثر منه قوة وأكثر منه تحمل المسؤولية فيعتمد عليها، فبالتالي صعب إنه ياخذ قرار لحاله. أو الشخصية اللي تشبهه كمان اللي هي الشخصية التجنبية. الشخصية التجنبية نلاقيها إنها هي بتتجنب إنها تاخذ قرار من نفسها لأنها تخاف من الكونسيكونسز أو اللي هي التبعات لأي موقف هو أو هي بتسوي. في عكسهم تماما الشخصية الاندفاعية، أبغى هذا الشيء حسويه الآن مهما كانت ردات الفعل، مهما كانت الاحتمالات السيئة، مهما كانت الخطورة، حسوي هذا الشيء لأني أنا أريد فأنا سأنفذ. ناحيتين من الاندفاعية أو الاعتمادية، الاثنين لاقي دائما خياراتهم فيها صعوبة وفيها يعني فيها اعتمادية كبيرة. طيب في كمان اللي هي نوعيات التحمل المختلفة للأشخاص، هذا كمان يأثر على شخصية الإنسان، اللي هي الكوبينج استراتيجيز. كيف إحنا عموما نتعامل مع أي مشكلة تجينا أو أي موقف يحتاج قرار. الإنسان يختلف تماما، طبعا مش دائما إحنا بنستخدم نفس الطبيعة في الكوبينج أو التعامل مع المشاكل، لكن في نوعية معينة من التعامل هي اللي تكون صابغة أو أكثر في استخدامها في الحياة، زي الناس اللي يستخدموا موضوع الإنكار. علشان أنا أحل أي مشكلة أو أتعامل في قراراتي لازم أحدد المشكلة وأعرف إن أنا أساساً عندي مشكلة. لكن الإنسان اللي يستخدم الإنكار، لا أنا أصلاً ما عندي مشكلة، أنا ما عندي حاجة آخذ منها قرار، دائماً هذول ناس لاحظ إنهم بيتأخروا وبالتالي
ما بيتوصلوا إلى قرارات سليمة. النوع الثاني من الكوبينج اللي هو النقوص. النقوص يعني العودة إلى الطفولة، اللي هو أول ما تحصل مشكلة أو عنده قرار يرجع للطفل الصغير اللي محتاج أحد يساعده في اتخاذه للقرار. الإسقاط، اللي أول ما يحس إنه عنده مشكلة أو متضايق يحطها أو يحملها على شخص آخر، كأنه هو ما هو مسؤول أو كأنه هو ما عنده أي قرار يقدر ياخذه. فهذه واحدة من أنواع الكوبينج استراتيجيز. في الإخماد، الإخماد يعني إيش؟ زي الإنكار، بس لا كمان إنه ما هي موجودة من أصله. أنا عارف إنه عندي مشكلة لكني ما حتعامل معاها اليوم، ما حاخذ القرار الآن، خليها لبكرة، خليها لبعده، أو خلي الزمن يحل. هذه برضو من الشخصيات أو طبيعة التعامل مع المشكلات اللي نجد صعوبة في اتخاذ القرار. عندنا الآن مشكلة ومحتاجين ناخذ قرار. عندنا مشكلة ومحتاجين نحل هذه المشكلة. كيف؟ زي ما قلنا لا يوجد طريقة معينة، ما أقدر أعطيكم مانيول، اتفضلوا حلوا هذه المشكلة. وما في مشكلة مهما كانت متشابهة مع مشكلة أخرى يكون الحل واحد. الخطوات اللي احنا نبغى نشوفها على أساس على الأقل تكون زي صورة بالنسبة لنا إنه احنا نتبع عليها، اللي هي أول حاجة إنه لازم نعرف إنه عندنا مشكلة، هذا رقم واحد، ونحدد المشكلة. يعني مثلا أغلب الناس اللي يجونا في العيادة إيش يقول؟ والله أنا عندي مشكلة مع أولادي، أنا مش عارف أتعامل كيف مع أولادي. هو كويس إنه اعترف إنه عنده مشكلة، لكن لم يحددها إيش هي المشكلة. هل هي مشكلة في التعليم؟ هل هي مشكلة في الأخلاقيات؟ هل هي مشكلة في الثقة بالنفس؟ هي مشكلة في العصب؟ ما إحنا عارفين، فهي مسألة عايمة. طيب خلينا نقول والله هي مشكلة في الدراسة. إيش المشكلة في الدراسة؟ برضو نبقى نحدد داخل المشكلة إيش المشكلة الأكثر دقة، لأنه لما تكون كبيرة ما حنقدر نتعامل معاها. محتاجين نحدد شيء واحد، والله ابني ولا بنتي عندها مشكلة إنها تاخذ وقت طويل علشان تذاكر، وبعدين مثلا ما بتركز. طيب حلو، هذه مشكلة. الآن نبدأ نجد الحلول. الحلول هي عبارة عن إيش؟ الحلول حاجة أنتوا بتطلعوها، قرارات أنتوا موجودة عندكم لكن ما أنتوا عارفين تفاضلوا بينها. وكل خيار ليه قيمته وليه إيجابياته وليه سلبياته. فإذا نحن الأول حددنا المشكلة، تأكدنا إنه في مشكلة وخليناها دقيقة جدا، وبعدين حطينا لها عدة حلول. الحلول هذه كيف نقيمها؟ دائما يقول لك وسهل الكلام، إيجابيات الحل وسلبياته. إيجابيات مثلا خلينا نقول إنه والله عندنا واحد بيشتكي إنه أنا أبغى أدخل ابني مدرسة بس ماني عارف أي مدرسة أنا بدخله إياه. هل أدخله مدرسة انترناشونال عالمية ولا أدخله مدرسة محلية؟ طيب هذه واحدة من المشاكل اللي ممكن تجينا. طيب إيش إيجابيات؟ خلينا نقول مثلا المدرسة الانترناشونال، إيش الميزات اللي فيها؟ والله حيتعلم لغة، والله مثلا فيها هوايات كويسة، والله الدراسة فيها أقوى، عنده فرص أكثر في التخرج. هذه الإيجابيات. طب إيش السلبيات؟ سلبيات إنه اللغة العربية حقته حتكون ضعيفة، واجباتها حتكون مرة كثيرة، بعيدة عن البيت، حيكون بعيد عن الناس اللي يعرفهم. حقيقة لو أنا قلت الإيجابيات هذه حيقولوها أغلب الناس، والسلبيات هي عند كل الناس، طب برضو كيف حنفاضل فيها؟ حنفاضل فيها بالموازنة على كل نقطة. كل نقطة ليها وزنها، وزنها يختلف عندي عنك عن غيرها من الناس. بمعنى إنه أنا ابني يتعلم لغة أجنبية هي ميزة، لكن أنا بالنسبة لي أعطيها قيمة 90%. مثلا شخص ثاني يقول والله أنا صح مهمة اللغة الثانية بس 40%، لو ما تعلم لغة ثانية مش مهم بالنسبة لي. فقيمة النقطة الواحدة الإيجابية تختلف من شخص إلى آخر. هذه هي الأشياء اللي تفرق بين نقطة ونقطة أخرى. إذا حيصير حنحط إيجابيات الخيار وسلبيات الخيار، مو معنى إنه الإيجابيات طلعت أكثر من السلبيات معناه الخيار هذا جيد. لا، محتاجين كل نقطة نعطيها قيمتها، نعطي النقطة هذه أهمية، وفي النهاية حيطلع لنا محصلة
حتى لو عدد الإيجابيات كعدد أكثر من السلبيات، حنلاقي لا والله السلبيات تفوق، لأنه قيمتها بالنسبة لي كبيرة. إنه ابني ما يتعلم لغة عربية، والله هذه موضوع مرة كبير يساوي كل الإيجابيات اللي موجودة في الانترناشونال سكول. خلاص قضية انتهت هنا، خلصنا من الخيار الأول، ناخذ الخيار الثاني ألا وهو المدرسة المحلية، إيجابياتها وسلبياتها، وبنفس الطريقة نوزن كل نقطة بالنسبة لي هي مهمة أو غير مهمة. بعد كده هل في خيارات ثانية؟ طيب أنا اخترت مدرسة انترناشونال، مدرسة محلية. من الأشياء الجيدة في وضع حل للمشكلات بدي أحط حلول قد تكون غير منطقية وقد تكون ما هي applicable، يعني أنا ما حسويها، لكن حلو إني أسويها لسبب واحد بس، إني أعرف إنه دائما في أي مشكلة في عشرات الحلول، مو بس الشيء اللي إحنا نشوفه، في حاجات إحنا ما نشوفها. طب إيش فيها لو ابني مثلا قاعد سنة ما يدرس ويدخل السنة الجاية لما تفتح مدرسة ثانية جديدة أفضل؟ احتمال، صح غير وارد، صحيح إنها فكرة مرة مزعجة لكنه احتمال موجود. إيش لو حطيت أنا احتمال آخر، إنه والله أنا قررت إني أنا أدرس ابني في البيت تدريس منزلي، ما حدخله لا المدرسة الانترناشونال ولا المحلية، حناوي أدرسه في البيت. احتمال، يمكن أنتم شايفينه غير وارد، يمكن غير مقبول اجتماعيا، لكنه حل وفي ناس بيستخدموه لحد الآن. فالحل اللي قاعد يكتب الحل غير منطقي لا يعتبر حل، لأنه مستحيل، لا ممكن تصير، ما في حاجة ما هي ممكن، ما في شيء مش ممكن، لكنه هل أنا أتقبله أو غير لا أتقبله هذا شيء ثاني. ودائما في حل المشاكل احنا بنحطها فيها جزء كمان من الكوميديا، اللي هو السنس اوف هيومر، المزحه، انه نخلي المساله لايتر. انا شايف المساله مره كبيره، خلينا نخففها شوي، خلينا نحس انها اظرف مما احنا نتخيل. في شيء بعد ما احنا حطينا الحلول والحلول البديله ووازننا بين الامور، حنلاقي انه احيانا حتى خيارنا ما جاب الارقام اللي احنا قلناها. يعني أنا لقيت والله بالنسبة والحساب وحسبته، وخمسة زائد خمسة وعشرة يساوي كم، مالت نفسي أكثر لشيء مش من المحسوب هذا. يعني بالرغم مثلا أن حساباتي طلعت مع المدرسة المحلية أفضل، لكني أنا ما زلت أميل للإنترناشونال سكول لسبب أو لآخر. ما فيش مشكلة، إحنا نقدر نسوي هذا الخيار، لكن الحلو هنا أنا عارفة الإيجابيات وعارفة السلبيات وأنا متقبلة السلبيات. أنا داخلة على القرار هذا وأنا عارفة سلبياته، لكني قررت إني أنا خاطر، وعارفة المخاطرة هذه حتوصلني إلى فين. والحياة أهميتها والسعادة اللي فيها دائما تيجي من جزء المخاطر. إذا دائما إحنا مشينا على نفس الشيء، عمرنا ما حناخد قرارات وعمرنا ما حنغير اللي هي اللي نسميها الحالة الراهنة، وهذه مشكلة كثيرة دائما فينا كشعوب وكبشر، دائما نخاف من المجهول، حتى لو المجهول هذا بالحسابات وبالمنطق وبالعقل هو أفضل لنا، بس دائما إحنا المثل اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفه. إحنا في وظيفة، الوظيفة هذه تعبتنا مزعجتنا وا 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 وا، بس إحنا عارفينها وعارفين شرها، فخلينا نستمر فيه زي ما إحنا، أفضل منه إحنا نجرب الجديد، مع إنه الجديد قد يكون فيه إيجابيات كثيرة. لذلك فكرة المخاطرة دائما هي اللي تعطي الإنسان المتعة. ليش إحنا نروح مدينة الألعاب والملاهي ونركب الأشياء اللي بتخوف؟ إنه فيها خطورة، الخطورة هذه اللي هي اللي تدي الأدرينالين، وهذه اللي تدينا بالسعادة. أيضا في اتخاذ القرارات في خطورة، لكن الخطورة هذه محسوبة، أنا حسبتها، أنا ما عملتها بازر، يعني أنا ما بطلب إنه نكون كالشخصية الاندفاعية اللي هي تقرر القرارات بدون أي تفكير، أنا أبغى هذا الشيء حسوي، لا لا لا، أنا أبغى هذا الشيء لكن أنا عارفة إنه في سلبيات واحد اثنين ثلاثة وأنا أتقبل هذه السلبية. في نهاية الموضوع أنا عرفت إيجابيات كل شيء وسلبياته وعرفت الخطورة، في حاجة جميلة اسمها مساعدة الصديق، طلب المساعدة، طلب أخذ رأي إنسان قد يكون قريب، قد يكون عزيز، قد يكون عنده خبرة في الموضوع. اسألوا أهل الخبرة،
ليش ما نسأل إنسان مر بهذه التجربة؟ مش لازم ناخذ رأيه، بس على الأقل الإيجابيات والسلبيات هذه تصير لها وزن أكثر مع التجربة. فإذا زي ما قلنا، طريقة الحل إنه نعرف المشكلة، نحددها، نحط الإيجابيات والسلبيات لكل قرار وبدائله، ناخذ بخطورة لأنه ما في قرار صحيح 100%. وهذه من الأشياء اللي لازم نعرفها، دائما الإنسان يبحث عن الكمال في قراراته، ما في قرار كامل، ما في قرار صح 100%. دائما أي شيء الواحد بياخده فيه سلبيات إحنا بنتحملها. بعد كده اتخاذ القرار زي ما قلنا شيء إحنا موجودين فيه، شئنا أم أبينا، مهما كانت درجة مسؤوليتنا في الحياة دائما إحنا بناخذ قرارات. وزي ما الحديث بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الراعي هذا كأنه مانجر، كأنه مدير، والمدير هو ديسيجن ميكر. ما في مدير، ما في راعي، ما في مسؤول إلا لازم ياخذ قرار. في القرار هذا إيش هو عدوه؟ عدوه التردد، عدوه ال uncertainty، الشك، هو صح هو غلط. ومتى يكون هو ناجح في اتخاذ القرارات؟ لما يصير يتعدى وياخذ القرار ويصير المشن او الواجب تبعه انه ياخذ قرار. انا لا يمكن اكون مديره ولا مسؤوله الا لما يكون عندي making decision، لما اقدر اخذ قرار. والقرار في النهايه هو حكم، وحكم بين ايش؟ هذا هو المزعج في الموضوع، هو ما هو بين صح وخطأ، لأنه إذا الصح واضح والخطأ واضح ما حيصير في عندي قرار، خلاص أنا لازم أسوي الصحيح. دائما القرار يجي فين؟ يجي فيه إن هو الخيار يكون غالبا صح واحتمال يكون غلط. شايفين النسبة مرة قليلة كيف؟ غالبا هو صح القرار واحتمال يكون خطأ. فالاختيارات جدا صعبة إنك أنت تختار بين هذا القرار وهذا القرار. ومع ذلك إحنا بطرق معينة، بالثقة بالنفس، بمساعدة الآخرين، نقدر بإذن الله إنه ناخذ قراراتنا ونحل مشاكلنا. أحيانا إنسان يضعف، أحيانا إنسان ثقته بنفسه تهز شوية، يصير حاسس إنه مو قادر يحل المشكلة، لكن محتاج إنه يهدى، محتاج يشوف الإيجابيات اللي موجودة جواته علشان يقدر يتخطى أي مشكلة تمر به أو أي أزمة يمر. هذا باختصار كيف الواحد يقدر ياخذ قرار وكيف يقدر يحل المشكلة لما يتعرض لي. إذا في أي سؤال أنا مستعدة إني أنا أجاوبكم عن هذا الموضوع. هل لو عندي مشكلة والقرار بيكون موجع وقررت إني أترك المشكلة يحلها الزمن، هل ممكن أن تطلع المشكلة بشكل أقوى؟ هذه واحدة من الأشياء اللي أنا دائما أقول عليها التأجيل والتسويف. في المشكلات مهم جدا إنه إحنا نحددها ومحتاجين إنه نحلها مهما كان الحل صعب. الحل صعب الآن، الحل صعب بعد كم شهر، لكن بعد كده حتتحل المشكلة. ومهما كانت الحل صعب على الأشخاص الآخرين، حيلاقوا بالحل اللي أنت أو أنت استخدمته حيلاقي فيها راحة نفسية. دائما الصعوبة في ترك الأمور عايمة، ترك الأمور في الجراي زون اللي هو المنطقة الرمادية، لا هي إيجابي لا هو سلبي. بالعكس، لازم إذا لقيتي أنك أنت عارفة المشكلة لازم تاخذي لها حل. والحل مو لازم يكون لوحدك، ممكن مع مساعدة الأشخاص اللي حولك ممكن تقدري تتوصلي إلى حل. والله اللي بيقول لي التنظير بسيط لكن مشكلتنا بالتطبيق، أنا قلتها قبل ما تقولها، إنه فعلاً إني أنا أعطيكم خطوات أو إني أقول لكم شيء ما هو سهل جداً، واحد اثنين ثلاثة سهل، لكن إنه أنت تحطها على واقع التنفيذ أنا معاك إنها صعبة. وما حقول لك إن أنا حالة مشاكلي كلها، أنا قاعدة بتكلم معاك وأنا ما عندي كل حل لكل المشاكل، لكن الإنسان يحاول وقدر المستطاع إنه يعمل الخطوات اللي هو عليه. غير كده هذه هي الدنيا، يعني حياتنا مو بس ميزتها الخطورة، ميزتها إنها ما هي ماشية على وتيرة واحدة. دائما إحنا نقول الحياة كالأمواج، البحر لو كان هادي ما حيكون ليه طعم،
اللي بيسبح او اللي بيعمل سيرفينج يعرف انه دائما لما يكون البحر هادي ما له طعم، حلو لما يطلع وينزل بالانسان. وانت علشان تواجه هذه الامور لازم تمشي مع الموج واحيانا تعانده علشان تعرف انك انت تعدي الموج. الحل الغير منطقي هذه جاوبت عليها، وهذه جاوبت عليها. طيب، مواجهة المشكلة حل من الحلول، وهذا اللي قلته. يعني قبل ما نحل أي مشكلة لازم نعترف إنه في مشكلة، لازم نواجه، لازم نعترف إنه في مشكلة. مجرد المواجهة المشكلة وتحديدها، شوف كمان موضوع التحديد من أهم الأشياء، إنه نحدد داخل المشكلة إيش هي المشكلة. تقريبا 80% اتحلت المسألة. في شيء ثاني؟ المشكلة. أنا عندي مشكلة، عندي مشكلة في التردد. مشكلة التردد زي ما قلنا أساسا لما إحنا نحل أي مشكلة هي الأساس فيها التردد. والتردد بين إيش؟ مو بين أبيض وأسود، ترى بين شك وشك آخر، بين إنه الشيء غالبا صح وبين شيء ثاني بسيط الاحتمال إنه يكون غلط. فلازم يكون في تردد. كيف نقاوم هذا التردد؟ المقاومة زي ما قلنا بالنقاط. خليها المسألة عملية، بلاش نتكلم عن المشاعر، خليها عملية. 1 2 3 4 ونحلها ونوزنها. بعد كده من أهم الأشياء اللي هي أخذ المخاطرة، وقد ناخذها بأشياء بسيطة جدا. يعني تعرفوا في إيش؟ أحيانا نغير بس الأكل اللي إحنا بناكله، بخروج وقت غير الوقت اللي إحنا ناخده، اللي هو الروتين اللي احنا بنسويه لو نقدر نكسره شوية، شيء مرة بسيط، شيء مرة بسيط نقدر overcome التردد. التردد مو شيء سهل لكن برضو شيء معالج. الأب الدكتاتور، الأب الدكتاتور. طيب، على الأب الدكتاتور، والله من الأشياء الصعبة إنه الإنسان يوزن بين الشيء اللي هو الاجتماعي والديني، اللي هو أنت ما تبغي تتعاملي مع والدك بطريقة سيئة أو إنك أنت توصلي لمرحلة العقوق، وبين إنك أنت تتبعيه حتى بالرغم من إنه هو بيعمل قرارات غير مقبولة، خصوصا لو الشخص أو الإنسانة كبيرة في السن، عاقلة أو عاقل وخلاص ماشي في حياته، ومع ذلك لسبب هو ديني واجتماعي داخلنا يخلينا يمنعنا إنه إحنا نتصرف بالطريقة اللي إحنا نحبها. محتاجين المواجهة مع الأب هذا. في أبهات أو في أشخاص، مو لازم أب، الشخص الدكتاتور عموما صعب مواجهته، صعب إنك تقول له والله 1 2 3 أنت فيك وأنا ما أقدر أتقبلك. لكن حلو انه احنا نعمل فصل. في كلمة دائما انا اقولها للمرضى اللي هم متعلقين باهاليهم بشكل كبير، اللي هي محتاجين فطام. الفطام هذه مش كلمة اللي انا بتريق عليهم حقيقة، لكن هي صورة مجازية انه احنا كاطفال مش بس ننفصل عن اهالينا بالفطام اللي هي عمر السنة، لا، هي الفطام النفسي. متى احنا نقدر ناخذ قراراتنا بدون ما نرجع لهم؟ وكثيرين نشوف حتى لو الأب أو الأم ما أمروا الأولاد بشكل مباشر، يفضل كلامهم بيدور في راسهم، يفضل تأثيرهم النفسي على لو عملت هذا التصرف حيضايقه، لو عملت هذا التصرف حينزعج منه حتى لو ما قال. فهذا الجزء يعني يعتبر نوع من أنواع الاتاشمنت أو الاتصال، اللي مرحلة منه مرضية، مش من الأب والأم، مننا إحنا كأولادهم. فإحنا محتاجين إحنا نربي نفسنا شوية إنه إحنا ننفصل قبل ما نكون جسدياً، ننفصل عنهم نفسياً عاطفياً. مهما صار منهم فيهم علينا إنه إحنا نسمع كلامهم، نبرهم، نتواصل معاهم، ما نضايقهم في حاجة دينية، لكن في قراراتنا إحنا الداخلية أو في تصرفاتنا إحنا مفروض إنه إحنا نتعود شوي شوي إنه إحنا ننفصل، وما لازم يكون هم ليهم اليد العليا في قراراتنا اللي هي مصيرية لينا إحنا.
كده بيكون جوابي وصل لك أو وصل لك. أكره أحد يقرر عني، ما هو هذا الكلام، إنه لا تخلي أحد يقرر عنك أو عنك، المفروض إنك أنت تاخذ القرار. فكرة أخذ رأي آخر غير إنه أحد يقرر عنك أو عنك، الأحلى أو الأفضل إنك أنت تاخذ القرار، لكن حلو اللي يستشير. يعني دائما الفكرة استخير واستشير. الاستشارة هذه عادة أنا لما أستشير أحد أو أي شخص يستشير أحد، هو عنده في رأيه عنده قرار، بس جاي يعمل توكيد لهذا القرار. فأقدر أفهمك لما تقول، أو أفهمك لما تقولي والله أنا ما أحب أحد يأخذ القرار عنك، ولا تخلي أحد يأخذ القرار عنك، هو هذا المطلوب. إيش أسوي لما يرفض الوصول لحل؟ صح كده؟ ما فهمت، إيش أسوي لما يرفض، لما يعني يرفض إنه يتناقش؟ هو مين أصلاً؟ الأب؟ مش فاهمة والله السؤال، بس خليني أقول، لو مثلاً الشخص اللي معاه رفض الحل اللي أنت أخذته، يعتمد الشخص هذا إيش أهميته في الفكرة أصلاً أو في القضية؟ هل هو طرف من أطراف المشكلة؟ إذا هو طرف من أطراف المشكلة، أنا أعتقد أنكم محتاجين تجلسوا مع بعض، مش مرة واحدة، عدة مرات، لغاية ما توصلوا أنتوا الاثنين لحل ويصير في تنازلات. عادة اللي هي القضايا مثلا زي القضايا اللي هي الزوجية، أو القضايا اللي مع الأولاد، القضايا الأسرية عموما، ما نقدر ناخذ قرار. هنا حنرجع للديكتاتورية اللي احنا بنتكلم عنها. فمحتاجين دائما في الحلول، احنا نسميها جلسة برين ستورمينج. يعني ايش جلسة برين ستورمينج؟ يعني جلسة انا احط خيارات، الشخص الثاني يحط خيارات، خيارات وبدائل، خيارات وبدائل، وبعد كده نحاول بقدر المستطاع نتوصل الى الحل الامثل اللي يناسب جميع الاطراف. هنرجع لمشكلة في الأسرة، إنه دائما في الأسرة الشخصية القيادية، أو الشخصية اللي هي عادة الممول المادي، ودائما الممول المادي هو اللي عنده القرارات. وللأسف كثير ما نقدر إنه إحنا نتعدى الممول المادي بإنه إحنا ناخذ قرار يخالف رأيه، لكن مع الوقت، مع الإقناع، مع الذكاء الاجتماعي، ممكن نتوصل إلى حلول فيها تنازلات بسيطة عن بعض الآراء. في سؤال كمان؟ يرفض جلوسك، انتوا ليش بتزنقوني؟ يعني كل ما احاول اطلع تزنقوني بمشكلة ثانية. اذا هذا الشخص السؤال يرفض الجلوس للحصول على حق لحل، هذا دائما الشخص ممكن نواجهه، ممكن نواجهه في البيت، ممكن نواجهه في الشغل، ممكن نواجهه في المدرسة، اللي هو بنحاول انه احنا نتوصل معاه حل، لكنه يمكن نرجع تاني لفكرة الشخص الدكتاتور، الشخصية اللي هي المتسلطة اللي لا تقبل الآراء. لكن دائما في حلول أخرى، حتى لو احنا بدينا مع الوقت نجنب هذا الشخص اتخاذ القرارات، مع الوقت حنلاقي انه هذا الشخص هو مع العائلة أو مع الناس اللي بيشتغلوا معاه بدأوا هم يجنبوه، لأنه هو غير قابل للنقاش. وهذه هي الشخصية اللي نسميها ريجد أو الصلبة. الشخصية الصلبة في الأول مع الحياة نلاقيها تفرض آراءها، تفرض قراراتها، لكن مع الوقت إذا الأشخاص الآخرين اجتمعوا، إذا الأشخاص اللي حواليه قرروا قرارات، صدقوني مع الوقت حيلين الوقت، وممكن هم يقنعوا بالقرار اللي هم. في أي سؤال آخر؟ أشكر لكم حسن الاستماع، وأتمنى إني أكون أفدتكم ولو بشوية، وأتمنى إنه مشاكلكم كلها تنحل وبأسرع وقت وبأحسن طريقة. شاكرة ومقدرة.